بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله أما بعد أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس السابق القسم الأول وهو المقدمة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسلفنا وتمرت يمجمرا والكفل مقبيون تملك تنال إلى وأيضا القسم الثاني وهو تفسير التوحيد ولتني وكفل دقمو يتوحيد ما برا تفسيرنا والقسم الثالث قلنا فيه الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا غيره من باب أولى ثاني وكفل كالله سبحانه وتعالى وجي من ملت مقروش بمولو باطل دهون مرجوشن أيتنال ما ننبهون نعم إذن الآن نشرع في القسم الرابع أهون أردتني أن كفل ما برأت نجمع هذا القسم مهم جدا يهني أو كفل بتأمن قبل قابينا وهو أسباب الشرك أسباب الكفر يشرك سبب النام يكفر سبب من الدهون لماذا أتى به المؤلف رحمه الله لماذا أتى بهذا القسم أسباب الشرك أسباب الكفر مؤلفه يهني سيزدجاجو يشرك النام يكفر سبب لمن عمت أزيجا كأن سائل يسأل الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في سؤاله نعم عندي هنا سؤال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يميتيك مثلاً يبلون يميتيكات يقول نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأن هذا الدين كمل أن نذكر لنا رسول صلى الله عليه وسلم إن الدين أصل الفون ديناتهم يتمولى دينه لماذا يقع الشرك في الأمة يك هنا لمن دينه زي أمة لي شرك ميكسته بعد هذا البيان وبعد هذا الدين الذي كمل بفضل الله سبحانه وتعالى لماذا يقع الشرك في الأمة لماذا يقع الكفر في الأمة ما الأسباب حتى نجتنبها حتى نحذرها ونحذر منها كذي هلو ما برارة بوهلا دين كتموالا بوهلا شرك تاريان ليه تكسد شارع يميلون وانا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب ثلاثة صحافيو صوت سببوتشن تكسار وذكر في القسم الرابع في الباب الرابع في هذا القسم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمي التوحيد فقط بل حمى التوحيد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى بزي بأرات تنيوك فلوس يتتكسون أقر من دنو رسولاتنا صلى الله عليه وسلم توحيدن بتشاسعون كتقات يتبقوت يتوحيدن زوريانا توحيد اللي أبلاش فيه ميشلو من قروتشن هلو زكتوا عليه دلمو يا الله سبحانه وتعالى نعمان إلا إذن هذا القسم أراد المؤلف فيه أن نعرف أسباب الكفر والشرك حتى نجتنبها حتى نحذر منها ونحذر منها يكفل يا شرك سبب يمنا وقبتنا أن تنكك أوزنت أول سبب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو أول شرك حدث في الأرض مجمّر إذا كسوت مؤلف رحمه الله تعالى مريت لا إذا مجمّر إذا تكسّتون يشركين أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام مجمّر شرك مريت لا يتكسّتون بنوح عليه السلام هزبوش لا ينبّر ماذا صنعوا؟ من أدرّقوا النزي هزبوش؟ الغلو في الصالحين بصالحوش لا وسننا له هو سبب الشرك هو من أخطر الأسباب يه يا شرك سببنا بتعم أصفرنا أستشجار بسبب ميها ونمينا الواجب تجاه الصالحين أن نتوسط فيهم الواجب تجاه العلماء تجاه الصالحين أن نتوسط فيهم لا إفراط ولا تفريط بعلماء كنا بصالح وتزوريا أقام أتشن مكاكل إنيا مهنا اللبت بتعم كلك ما نثمي اللبنم بتعم يزكت مهنم مي اللبت ميلان لأن الشيطان جعل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام أول ما جعل عندهم شبهة شيطان مجمرة بنوح حزبوش لا يهون الشبهة نعمة أباتشا ما متاجها مالك إذن أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام يمجمرة بشرك يتكسدوا بنو حزبوش لا ماذا صنعوا نزيل حزبوش من لنا يعلم مزجوا الحق مع الباطل حق المتابات اللي قالوا الحق محبة الصالحين يا الناس اللي قالوا حق
الباطل أن المحبة كانت ببدعة. ما هي البدعة؟ صوروا تماثيلهم، جعلوا لهؤلاء أصنام وتماثيل. وهذا فيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. هل محبة الصالحين تكون بالتصاوير؟ بأن تضع صورة الشيخ فلان مثلا في جهازك المحمول؟ أو تأتي إلى مدينة كذا تقول هذه المدينة ولد فيها فلان ابن فلان العالم الفلاني البخاري مثلا؟ ወደሙ አንድ ከተማ ላይ ለምሳሌ ያሷል የሆነ ሰው ተወለደበሰው ያንን ከተማ መተ ከሌ ተወለደበት ሀገር ነው በሚል ያንን ቦታ ማክበር ይሆን በዛ ይሆናል ወይ የሷሌዎች ውዴታ يوجد اناس من اهل السنه ከአህለ ሱና የሆኑ ሰዎች ይገኛሉ አሉ ሀዳን الله اياهم እኛንም እነሱንም الله سبحانه وتعالى ይለያ ይስተም كان هؤلاء يذهبوا الى بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى المكان الذي كان فيه ولد الشيخ وكان يدرس فيه ወደ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃቢ ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች ወደ ተወለዱበትና ሲያስተምሩበት ወደ ነበረበት ቤት ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። فأمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت محمد بن عبد الوهاب شيخ ابن باز رحمه الله የሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃቢ ቤት ماذا تريد من البيت الذي كان فيه البخاري او كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله العلماء اجمعين ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ነው ሌሎችን እንደዛሬ ቡኻሪ ነው ሌላችሁ ዑለማዎችን ከነሱ ከነበሩበት ቤት እነሱ ከነበሩበት ቦታ ምን ነው የምትፈልገው እዛ ምንም የምትፈልገው ነገር የለም አው ተضع الصورة مثلا في جهازك او في محفظتك مثلا ወይ ደግሞ የነሱ ዑለማዎችን ሱራ የነሱ ፎቶአቸው በሞባይላችን ሆነ በጂያዞቻችን መያዙ ይሄ ምን እንደሚጠቅም ምንም ያለከለ ነገር የለም صوروا تماثيله እነዚህ ሰዎች ወደ ሽርክ ሲገቡ መጀመሪያ የነዚህ የዑለሞች ቅጽ ቀረጹ ወአከፉ አላ ቁቡርህም ዑኩፍ መቃብር ኢዕቲካፍ እዚያ ጋር በረካ ፈለጋ እዚያ ጋር ይቀመጡ ጀመሩ ወጣለ عليهم الامد يعني البعد كل ما نبتعد عن العهد النبوه كل ما يزداد الخطر ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩበት ዘመን እየቆዩ በሄዱ ቁጥር ነቢያቶች ከተላኩበት ዘመን እየራቁ በሄዱ ቁጥር የሰውት እየጠመሙ ከእውነት እየራቁ ከሀቁ እየራቁ ይሄዳሉ በዚያ ዘመኑ እየረዘመ ሲሄድ ለጥመት ለሽርክ ላይ ወደቁ وفقد العلم እውቀት እያነሰ እየጠፋ መጣ اذا لابد نتعلم الشريعه نتعلم التوحيد حتى لا ياتي الشرك እንግዲያውስ የዕልም መራቅ የዕልም መጥፋት ለሽርክ መከሰት ምክንያት ከሆነ የግዴታ ዕልም መማር አለብን ማለት ነው ሽርክ እንዲጠፋ እንዲወገድ الشيطان ابى شيطان እምቢ ብሏል يريد ان يعبد اني ملك يفلق والعليك بطرق متعدده منها الصالحين كان الذي الصالح العالم ماذا يريد منك صالح ولا سو عالم ولا سو كان انت من اللي يفلق يريد منك التقبيل تقبل راس العالم اسو عالم يفلق راسه نسمه نو دي عند السماو نبي يفلقوا تقوم له عند تقوم له نبي يفلقوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام النبي صلى الله عليه وسلم سو ان جاي يقوم له يكلكلوا نبر ما قوم يكلكلوا له وما كان الصحابه يقومون له عليه الصلاه والسلام صحابته النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوموا له لكن احب النبي صلى الله عليه وسلم محبه حقيقيه صادقه نجدن صحابته ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይቆሙም እንጂ ነብዩን ለነብዩ ተገቢ የሆነ ትክክለኛ እውነተኛ የሆነ ውዴታ ነብዩን ይወዱ ነበር መሐበተ الصالحين الحق تكون باخذ العلم عنهم የሷሊዎች ውዴታ እውነተኛ ሐቂቃ የሆነ የሷሊዎች ውዴታ ከነሱ ዒልምን በመውሰድ ነው ዒልምን በመማር እንጂ ለነሱ በመቆም ወይ ደግሞ ቦታቸውን ሰላቸውን ቅጻቸውን በመግለጽ አይደለም مذاكره هذا العلم ይህንን እነሱ ሲያስተምሩት የነበረው
العمل به الدعوة إليه تذب تدافع عن العالم لله لا للأشخاص تدعو له في ظهر الغيب يعني بعض الطلاب هدانا الله إياه يجلس في الدرس نائم متكئ يلعب في التليفون وإذا انتهى الدرس قال أين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أريد أقبل رأس الشيخ أحب الشيخ كذاب الشيخ لا يريد منك هذا ولهذا تجد علماء السلف لا يريد هذا التقبيل المحبة الحقيقية قلنا أن تتعلم وتعمل وتدعو وتذب عن وتدعو له في ظهر الغيب تكلم يا يقول موت مشي مشي يقول تودي تابلو مالت والإيل ما تون من مغنى الله يعني إنتين ما تون تمر الله يعني مذاكرة على الجل تسرب على يعني نشر على الجل كأولى ما وكعالم ودفاع على الجل إذا لابد نحذر من هذا السبب الغلو في الصالحين إن قد يوم سين السبب يشير كل عيلة لنا يمشون سبب بس على وجه لين بالمالك لأن تناكك جبران قسم يغلو في الصالحين مدحا حتى رفعوا بعض العلماء والصالحين فوق النبي صلى الله عليه وسلم انا يتوسن وكفل علماءين صالحين بمودس بالطعم دمبر يالفوا الله وقسم علماءين كنبي صلى الله عليه وسلم درجه بلا يكف اسك يالقواچو اسك يالقواچو درس وقسم يسب ويشتم العلماء ليلان يفات دمو علماءين يمسدب يميزلف الله يمياقواچو حتى طعنوا في ائمه الاسلام حتى أئمة الإسلام يهونوا يدينوا مرجع يهونوا سويتش الناس تعال اسكما 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 وقسم توسط ليلة وفاتنهم متوسط يهون على الله هذا السبب الأول يهي مجمّر يوم مكن يدنون إذن الغلو إما أن يكون مدحاً أو قدحاً يهي انجد يوز الغلو وسيبال وي بمن يونال بما ودس دمبر مالف الله ويدمو بما قواش بما تلالات بما تشتم دمبر مالف الله النصارى غلوا في عيسى مدحا حتى رفعوه وجعلوه إله نصارى عيسى بما ودس دمبر مالفونا حتى أملاك اسكمون درجة أملاكنا درجة لرسول الله واليهود غلوا فيه قدحا أيون ويدمو عيسى عليه السلام بما قواشش بما تلالات دمبر مالفوه وأهل الإسلام توسطوا في عيسى عليه الصلاة والسلام مسلمون عيسى بتملكة عليه السلام وسد يناق وامن الله قالوا أنه عبد لا يعبد عيسى بتملكة مسلمون لم يلقوا عيسى عليه السلام يا الله سبحانه وتعالى باريان وعين ملك ميلان ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام ملتنيانو من كده ما الناس سبب له يهون ملتنيان إلى السبب الثاني من أسباب وقوع الشرك والكفر في الأمة ولتن يوم كنيات أمة مسلمة يبرسلس شركنا كفر نكست ولتن يوم كنيات الغلو في قبور الصالحين بصالح وتكبر مكابر دمبر مالفنا الصحيح أننا نتوسط في القبور تنكلن يوم أقوام كابرن بتملكته وسط تنكلن يوم أقوام لنيزنا لا إفراط ولا تفريط مدمبر مالف ميل لبن اندازيوم دمو شريعه ياسكمتهون مدمبر الفنم زك مالت مولد ميل لبن من الناس من يغلو في قبور الصالحين يبني عليها كسوت معك يساليوت مقابر لا دمبر ميالفنا يساليوت مقابر لا جنباتان ميغنبا مساجد يبني عليها مسجد ميغنبا قباب قبا ميغنبا رايات اعلام بانراوچن يميسقلو الله كتابات ورود كتابوچن صفوچن يميسفو الله ابابا مياسكمتو الله مقابر رخام اندازي ميتلاي ميكابو كركب سدنا حراس اندازيوم دمو مقابر لاي طباقيوچن طباقي ميادرغو الله سدناوچ قاديموچن يميكمتوبتا ذهب وفضه حتى بنوا عليها كما الكعبه ركز يا مقابر لاي ورقنا بغني
كعبة يجنبوا عدو وقسم يمتهن القبور مكابر لهم بوتا ما يصير شريعة ستو كبر ما يصير مكابر وشين يميان قاشش كذكلن يا بوتا ما يصير دمو الله إما بالنبش أو يطعها برجلين مثلا وي مكابرون يكفران مكابرون كعكبرون يي مكابرون يكفران وي دمو بادو يرتال ويكام متبتال الأصل في القبور أن تكون خارج البنيان بعيدة عن سكن الناس أصل مكابر بتملك كذا كم من الكسوج منوريا راك على وطا على بوتان مون يلبتيلا القريب المساجد قرب مون يلبت لسو لبسو منوريا كابي با مون يلبت مسجد وشناتشو والبعيد القبور حتى لا تكون ذريعة للشرك مكابروش كهزب وكبرسو منوريا من دم راك على يراكون مون يلبتشو لا مشوير كمجبيا مكنيات دايون هذا البقيع الذي تراه في المدينة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج البنيان خارج البيوت بقي عون من الملكة ومدينة لي من الملكة ومكابر بوتا بنبي زمن صلى الله عليه وسلم كمن در وتا على يراك بوتا نبرا والدليل أن الذي كان يأكل ثوم أو بصل ينفى إلى البقيع لازم رجع إلى كاتما وتا على لمهون بنبي زمن شنكوت وإلى منج شنكوت نبلي بلتو ميمتا سوى المسجد كذا ذكر لكن يدي بارو نبرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور النبي صلى الله عليه وسلم مكابر للناس تكاكل عزيزنا ما معنى تسوية القبور؟ مكابر ما ساكل بلو مالت من مالتنا أولا أن نسويها على السنة بجمل يا درجة سنة بتملك 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 مثلا للناس تكاكل بأن يسنم القبر يعني يكون كالسنام هكذا يرتفع عن الأرض مقدار شبر كمريت سنزر يعني كف بلو لكن نجمل شانيا عندي يشتت يعلى عندي قال كمال كف بلو دار النادر عندي زك يعلى يميون دنومون يعلى يوضع عليه حجر أو حجرين دنجاي ويمولت دنجاي ملك دنيوني كم دبرة الثاني أن يسوى بما حوله من القبور يعني لا يمكن أن تجعل هذا حجرين وتجعل الثاني صخرة كبيرة أو 20 حجر مكابر كليلاكم مكابر كل نومون يعلى بدلا يا مالت لمثال عندنا يوم مكابر لاي هولت دنجاي وي مان دنجاي على كنون ليلا يوم مكابر لاي دمو تبلك وادي دنجا انت ماسك ما دي لبه وي دمو هاي دنجا انت مكم ما قول لي لبه مزالي كريلا وبتل هي ملقوا اذا هذه حال القبور عند اهل الاسلام لا افراط ولا تفريط ينو مكابر بتملكنا يا مسلمو تشاقوا مينو بمكابر لاي دمر عارفو مكابر مجنبات مكابر ميلم اندازيوم دمو مكابر لي سنتو كبرون دمو منفق ميلم لو بني المسجد على القبر يهدم المسجد لأنه متعدي مكابر لا المسجد بجنبه مسجد ونوم يفرسوا ما في من نادى على البدال مكنياتهم مكابر ونوم مكابر لا مسجد يدعى على قدم بريك على البدال ولو دفن إنسان في مسجد ينبش القبر ويخرج متعدي القبر مكابر مسجد استدام وسوي تكبر اللون يا كبر تكفتو تكابرو تكفتو مقري سايوتانا إلى موتا يكبرال مكنياتو كابرو نو مسجد لا يمتو دنبري تلالفو على موتا يتكبرو إلى قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تدفنوا فيها موتاكم في بيوتكم نبي صلى الله عليه وسلم بيتو تشاتون مكابرات تلالفورا يمانت بيتو تشاتون مكابر سو تشاتون باسن موتانو تشاتون بمكبر كابرات تلالفورا تلالفورا وكذلك معنى هذا أنه متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أننا عند القبور لا نصنع شيئا من العبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها يعني لا يمكن أن يكون عند القبور صلاة أو استغفار أو مواعظ أو خطب يا مالت مكابر لا يذكر ما من يوم ما ينتبيدو تبيتو تشاك اللي مصرا تبيبا لا ينتوشل مكابر لا ينفسهم مكابر لا صلاة هينور استغفار هينور ما أذكر تلاجو من سرا تبيبا لا ينور يا بشري هاي تلنا نقلقو صلاة الجنازة مكابر زيارة قالونا بس صلاة الجنازة سقر سو نجم زيارة مكابر مزيير يفلق سو يزيير الكزيا وجي ليلا عبادة وچو نزا مكابر بوتا لا يسرى ما يفسهم نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي بالسجود عليها أو بالبناء عليها نبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى رقم أنا يهودا ويانا النصارى وشلائك بالنسو لا يهونا إلى الله مكنياتهم النسو يا نبياتو تشاتشون نيسالي وتشاتشون مكابر
መስጂድ አድርገው ያዟል። ያ መስጂድ አድርገው ማለት ወይ እዛ ጋር በመገንባት ነው አላው ላይ መስጂድን በመገንባት አለም እዚያ ጋር ኢባዳን በመፈጸም يحذر عليه الصلاه والسلام مما صنع هؤلاء حتى لا يصنع في قبره النبي صلى الله عليه وسلم አይሁዶችና ነሳራዎች ከሰሩ ስራ ያስተነቅቃሉ። ይህ እነዚህ አይሁዳውያንና ነሳራዎች የሰሩት ጥፋት በዚህ በነቢ صلى الله عليه وسلم ቀብር ላይ እንዳይከሰት እንደዚሁም በነቢዩ ኡመት ውስጥ እንዳይከሰት ይላል። اذا هذا هو السبب الثاني من اسباب وقوع الشرك የሁለተኛው ምክንያት ነው ሽርክ እንዳይከሰት። የሽርክ መከሰት ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ነው። ከዚህ ነቢ صلى الله عليه وسلم ከዚህ ምክንያት ያስተነቅቁናል። الغلو في قبور الصالحين በሳሊሆች መቃብር ድንበር መተላለፍ ومن العجب በጣም የሚገርመው የሚደንቀው ان الغلو في قبور الصالحين كان عند بعض من تقدم الان غالوا في قبور الطالحين والله يميجرمو ግን በመቃብሮች በሷሊዎች መቃብር ላይ ድንበር ማለፍ በድሮ ዘመን አንዳንድ ሷሊዎች ሰዎች ዘንድ ነበር አንዳንድ አገር ላይ አለ حتى عمر باهون ساعات ደግሞ ሙጅሪም የሆኑ ጣሊ የሆኑ ሰዎች እንኳን አላግባብ ድንበር እየተያለፈባቸው እየተመለኩ ነው ይላል حتى عبدوا اكرمكم الله الكلاب والحمير وعبدوا قبور بعض الكفار حتى الذين مقابل لا يدمر يالفو سوت وشوچننا احيان እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ የካፊር የካዲያንን የሆኑ ሰዎችን መቃብር እስከማምለክ ደረጃ ደርሰዋል ይላል الثالث من اسباب وقوع الشرك والكفر ሶስተኛው ኩፍርና ሽርክ የመከሰቻ ምክንያቱ النهي عن اي عباده عند القبور لا يمكن ان نصنع اي عباده عند القبور الا الزياره الشرعيه بشروطها ثانيا زي كمقابر كمقابر دي ملك ولا كفر دي كفر الناشر كان دي كسد مكنيات كم يونو نغروچ مكاكل ثانيا مقابر زياره اكاب يميدرغو مانياون ماينت نغروچن كمفص مكلكل نو يعني وسيله النبي صلى الله عليه وسلم كلكلوا عليه لا سبب التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبد صاحب القبر يعني النهي الشديد والتغليظ الشديد في الشريعه في من يعبد الله عند القبور فكيف اذا عبد صاحب القبر بشريعتنا مقابر عند صالح يونه سو مقابر زين الله ان مملك بتام بهينيا بكفتهيا يتوجز تقبل الله سبحانه وتعالى يملك نغرقم اسوان يونه سو مقابر زين يقول الله مملكه بتام يتوجز كون سو يون راسه صاب يملكه اندين نو ميونو الزيارات للقبور تنقسم الى ثلاثه اقسام مقابر زياره بتملكته مقابر زياره لثلاث يكفل علينا زياره شرعيه عندنا زياره شرعيه يونه هجري شيغاي يونه شرعيه زياره الله وزياره بدعيه ليله وبدعه يونه بشريعه ما يفكر يونه زياره الله وزياره شركيه ليله وزياره دمو شرك يونه زياره زياره شرعيه زياره شرعيه شرعيه يونه زياره لها شروط مسفرت له الاول ان لا يشد اليها الراحل يعني لا يمكن يسافر مثلا من اديس الى بحر دار لزياره القبور مثلا لا هي شريعه يونه زياره كعب زياره لمقابر زياره بميل كان بوتا ودبو عند بوتا غوازن ييتو غوازن تنبلو سنقو 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 غوزو لا يغوازو لمثال كاديس ابا زياره مقابر زياره بلو ود بحر دار ميل يلبتهم ان ينوي بهذه الزياره تذكر الموت تذكر الدار الاخره ولتنيو مسفرت زيارهم بمقابرهم بميزيربسات كزياراو ما درج يالله بمنيت يالبت اخيرا ما استاوس لراسه من مكر يا مجسچا بمي بزيان يانو مزير يالبتا ان ينوي بهذه الزياره الدعاء له وللاموات ليلو بزي زياره بمقابرهم بميزيربسات بزي بميزيرو زياره لراسه هنا لا متانوك دعاء لما درقنا يتونا ميري على البيتة فإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات هذه زيارة بدعية زيارهم بميزي ربسات مكابر بميزي ربسات إن زيارة متانو إذن لدعاء الله لما لما نعصبه بتكيد يزيارة زيارة بدعانون وإن نوى دعاء الأموات فهذه زيارة شركية بل هي الشرك الأكبر إن بزيارهم بميزي ربسات ሙታኖችን ለመለመን እነሱን ለመማጸን ነው ይዶበት ይሄደለውን
የዚያራ ሽርክ ነው እቺ ዚያራው ዚያራ ሽርክ ያኑ በል የዚያራ ራሱ ሽርክ ሽርክ አልአክበር ከእስልምና የሚያስወጣው ነው ይላል لا يوضع عند القبور شيء من الأشجار من الورد حتى يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول حتى السور لا يمكن أن يكون بناء يكون سياج حديدي ممكن إذا خفنا على القبور مكابر بتملكته مكابر زوريا زافو تشن مع بباو تشن يوسدو ماسكا متى يتشال ميكل كنو بجريا آي فكر ميلالو شو سيمين حتى يأغي مكابر نكوا سقات كالا مكابر ሌላ ነገር ሊጠቃ ይችላል በሚል ስጋት ካለ የመቃብሩ ግንባታ ዘውዶ የመገንባት አይቻልም ይላሉ። ከሆነ እንኳን ምናልባት ስጋት ካለ የሚያሰጋ ነገር ካለና ከዚያ ለመታደግ ከሆነ በብረት ነገር እንዲማጠር ዙሪያውን ይቻላል ይላሉ። لكن يقول ابن القيم رحمه الله ابى بعض الناس الا ان يرتكبوا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من البناء ووضع الستور ووضع السدنة والأشجار والمصابيح وغير هذا عند القبور نقل قلن أعبزان يوسو ونكر من الكيم من دالو تلال يهنن يا الله سبحانه وتعالى أنه يملتن يوم من ملي أنبي بمالك أشافر بمالك سووش مكابر بتملكة شريعة تسو دنبر على الفوار مكابر لا يقنبالو مكابر لا يتوافوشن ويقبرالو ويدمو مبرات يسقبالو እንደዚሁም ደግሞ መቃብሩን የሚካደሙ መቃብሩ ዙሪያ እየተቀመጡ የተለያዩ ስለተናንተን የሚቀበሉ ፈደናዎችን ያስቀምጣሉ እነዚህን የመሳሰሉ ድንበር ማለፎችን ድንበር አልፈዋል ቢብሎ ሸሪዓ ተሰውላ فليت شعري من اباح ذلك واورط الامه في المهالك فيا شديد الطول والانعام اليك نشكو محنه الاسلام ينن بتملكته ينن ينن امته ينن ነገር يفقدنا ያበቃው ሰው ያንን በተመለከተ ወይኔ እቁጭተ ይላሉ ያንን የፈቀደው ሰው የነን መፍቀዱ በጣም ተገቢ እንዳልሆነና መከልከል የነበረበትን ተግባብ ያንን ፈቅዶ እንተማቱ በእስልምና ላይ ያደረሰው ጥፋት ጉዳት ወይኔ ይላሉ